حريق كبير جدا يعني في مجمع تجاري بمساحة أكبر من 7000 متر مربع، بالإضافة أيضا إلى مكان حسبة على دولمين مربع على 2000 متر مربع. حصلت مناوشات ما بعد الساعة 4 الصبح ما بين يعني جنود الاحتلال والمواطنين والشبان المواطنين في المنطقة. جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز وقنابل الصوتية يعني، ولم يراعوا هذا المكان المكتظ بالمحلات. هذا الحريق الحمد لله رب العالمين أكل أغلب المحلات الموجودة في المجمع التجاري، وهو مجمع تجاري كبير بيحوي تقريبا أكثر من 36 محل، وكل هذه المحلات يعني أفراد فيها أفراد وكلهم يعني رزقهم ودخلهم من هذه المحلات.